الحاج علي يخطو نحو 70 من عمره، لم يتمكن من الالتحاق بالمدرسة لتلقي العلم، فتلقي التعليم في أيامه كان صعبا كما يقول، فالآباء كانوا يجبرون أبنائهم على العمل لكسب العيش بدلا من التوجه إلى مقاعد الدراسة. لدى الحاج علي رغبة قوية للتعلم والمعرفة. أنا كان الزمن رجع بي لي ورا أتعلم، عشان شنو التعليم بقى في الزمن ده أهم حاجة التعليم، والما متعلم موضوع انترسيك، لكن المتعلم متاح له كل الفرص ممكن نعملها بالتعليم. تقدر الإحصاءات الرسمية نسبة الأمية في السودان بأكثر من 30%، نسبة دفعت الجهات المختصة لتبني حملة معا نحو النور، تستهدف الحملة القضاء على الأمية في السودان بحلول العام 2020 كما تقول الحكومة. نحو 10 ملايين أمي معظمهم من الفتيات، تقر الحكومة بعدم تمكنهم من تلقي التعليم الأساسي بسبب الحرب أو الفقر أو التعقيدات الاجتماعية. في أسباب هي قد تكون عدم استقرار بعض المناطق، ولا عدم الاستقرار الأمني يمكن في بعض المناطق، في بعض المناطق يمكن حركة الناس الرحل والرعاة وحركتهم الكثيرة، وفي بعض المناطق ثقافات، يعني أنا شايف إخوات نسيبة كثيرين، لكن في بعض المناطق في ثقافة إن البيت ما يودوها التعليم، إن شاء الله الثقافة دي تنتهي يا أخوانا. وتعاني بعض المناطق النائية من ظاهرة تسرب التلاميذ وتركهم مقاعد الدراسة، الأمر الذي يفاقم من مشكلة الأمية والتي أصبحت مهددا مجتمعيا خطيرا. 2016-2020 إن شاء الله هي قطعيات بأعداد وأرقام وتفاصيل ومراكز محددة ومراقبة يقوم فيها تجفيف منابع الأمية إن شاء الله، وإنتاج وثيقة للإجراءات القانونية التي يمكن أن تمنع تسرب الأبناء والتزام الآباء بإيصال أولادهم وبناتهم للمدارس. يخشى مختصون من أن يقف التمويل عقبة أمام تنفيذ هذه الحملة، لكن الحكومة تعول على دعم المجتمع الدولي وشركاء التعليم. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.